أهلا بكم في الميدان. في هذه الحلقة نتكلم عن مفهوم المساواة أو المواطنة المتساوية. في سورة الحجرات مطلوب من جمهور شباب القرآن في الميدان إكمال من بعد قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن في الميدان تابع جمهور شباب القرآن من سيكمل هذه الآيات، تابعونا. كيف حالك؟ نتعرف عليك. عبد العزيز من؟ فؤاد. عبد العزيز مراد تحفظ قرآن؟ فؤاد تحفظ قرآن. طيب، في مفهوم المساواة، قال تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. أكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنا يا أيها الذين من أوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم واتقوا الله إن الله عليم خبير. يا أيها الذين آمنوا. أنت غير الآن في معك خطأين. شكرا. مستمرين في البحث عمن يكمل هذه الآيات. تعالوا معي. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ والله الحمد لله. تعرف عليك؟ شيماء. شيماء من؟ شيماء محمد. يا شيماء، بدي لك آيات إذا قدرت تكمليها للجائزة. في سورة الحجرات قال تعالى في مفهوم المساواة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. حافظة؟ أنا حافظة بس مش مراجعة. طيب، لو أغير لك السؤال يا شيماء. بغير لك السؤال عادي، مش مشكلة. يا شيماء، ما هو ميزان التفاضل بين الناس؟ ميزان التفاضل بين الناس؟ أيوة، أعتقد هو المفهوم بنفس الآية، بنفس السورة عفوا. يعني ما الفرق بين فلان وفلان في الإسلام؟ لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. يا سلام عليك. والإيمان في القلب. خلاص أوكي، أنت جابت إجابة صحيحة، واللي هو التقوى هو ميزان التفاضل بين الناس، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. شيماء اسمك صح؟ شاهدينا، شيماء أجابت إجابة صحيحة على المفهوم لهذه الحلقة، والتقوى هي الفارق وميزان المفاضلة بين الناس. وهذه الجائزة مقدمة من سيتي مول لشيماء. مبارك عليك يا شيماء، وفقك الله. نحيي شيماء، فريق البنات أكبر من فريق الشباب. مستمرين في البحث عمن يكمل الآية، تابعونا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ عصمة كمال. عصمة كمال، يا عصمة بدي لك آيات، لو تكمليها بتلاقي جائزة. ايش هي؟ في سورة الحجرات من مفهوم المساواة قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. أكمل يلا. ما أدري ايش. ضروري عشان الجائزة. أدري سورة الكهف، البقرة، هذين اللي أقراهن بشكل. لا، المرة دي معنا الحجرات. مش حافظ شكلك صح. شكراً يا عاصمة، وفقك الله. مستمرين أيضاً في البحث عمن يكمل هذه الآيات. أنا سمعت واحد هناك حافظ، تعال 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 تعال، هذا من هو هذا، أنا سمعته قال الآية. اسمك الكريم؟ مطيع حسن الوهباني. مطيع. أيوة. يا مطيع، سمعت السؤال. سورة الحجرات قلت يا أيها الناس. أيوة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. حسبك. اسمك مطيع. ما شاء الله يا مطيع، بالفعل أنت مطيع. مطيع قرأ الآيات المطلوبة منه بشكل سليم، واستحق الجائزة المقدمة من سيتي مول تعز 40,000 ريال لك يا مطيع. وفقك الله وشهرك كريم إن شاء الله.